جريمة جديدة لميليشيا الحزام الأمني في أبيان تعيد للأذهان حوادث القتل والتعذيب التي مارستها هذه الميليشيا الممولة من دولة الإمارات في نقاط الموت الممتدة على التراب اليمني الواقع تحت سيطرتها. فهذا المواطن محمد مهدي المنتمي لمحافظة إب وقد صار رقما جديدا في سجل ضحايا القتل والتعذيب، إذ عثر عليه متوفياً عقب إخفائه وتعذيبه من قبل نقاط تابعة للحزام الأمني في محافظة أبيان جنوبي البلاد. جريمة قتل المواطن في أبيان تتشابه مع حادثة مقتل الشاب عبد الملك السنباني على يد عناصر اللواء التاسع صاعقة التابع للانتقالي في مديرية طور الباحة بلحج بتهمة انتمائه لجماعة الحوثي وحيازته مبالغ مالية بعد القبض عليه أثناء توجهه لزيارة عائلية في العاصمة صنعاء. وفي المكان ذاته تجددت الجريمة، أما الضحية فكان الطبيب العامل في منظمة أطباء بلا حدود عاطف الحرازي، وقد قتل من قبل حاجز أمني تابع لميليشيا الانتقالي بعد رفضه تسليم ما بحوزته من مبالغ مالية. تتضاعف الأعمال الإجرامية وتزداد حوادث القتل والتعذيب، إذ تشير إحصائيات سابقة عن وجود 9 حالات قتل خارج إطار القانون العام الماضي غالبيتها على يد عناصر الحزام الأمني التابعة للانتقالي المدعوم إماراتية. أما عن النطاق الجغرافي لنقاط الموت فتتركز في حواجز أمنية تابعة للحزام الأمني في مديريات طور الباحة وحبيل جبر بمحافظة لحج، كما تتركز أيضا في مناطق محافظة أبيان الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الانتقالي. لم يعد المجرم مجهولا في الكثير من أحداث التقطع التي تمارسها ميليشيا الانتقالي جهارا نهارا، فمختار النوبي المعين من قبل الانتقالي قائدا لمحور أبيان وقائد الحزام الأمني عبد اللطيف السيد يتصدران قائمة الشخصيات المرتكبة للانتهاكات في محافظتي أبيان ولحج. تزداد جرائم القتل تفشيا، ومعها يغيب دور الأجهزة القضائية على الرغم من غياب الملابسات في الكثير من قضايا القتل والتعذيب التي طالت المدنيين في نطاق سيطرة ميليشيا الإمارات، لتبقى العدالة غائبة فيما يسجل القاتل حضوره مع جريمة جديدة تثير غضب اليمنيين.